مقتول. ادخل بسرعة. جاء الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكو على الطريق. سيبها واسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك، نزل سلاحك بدل ما تموتوا انتوا الاثنين مع بعض. يلا يلا مش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكنا يا مروة. طب انت راضي الفكر؟ انك راضي لمروان؟ لو راضي لمروان بلاش هيه، خليك راضي لمروان بلاش هيه. لما تفوق ممكن نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. انت ايه يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم يعني. شوف ربنا مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتربش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك، بس على شرط. أنا عايز سارة بإيديها الحلوة دي تضرب فارس على وشه قلم إنما إيه طرقة. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. ما هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يمين. خلاص 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 خلاص. عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة، ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش انت. لا لا يا سارة ما تموتنيش انت. ولا اختارتي لمروان. لا يا سارة ما قلتليش انت يا سارة. لا 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 لا.
برافو صح. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. هي حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. وأبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط، اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور انه زين وراء قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام، اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر. خير يا دكتور؟ احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما اخبيش عليكم، في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره، الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حازم ان شاء الله. وانا بامن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم، وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين.